دايما معظم سفراتهم بتبقى في القاره الافريقيه، سواء في ساحل العاجل، كاميرون، تنزانيا، كينيا، بتشوف جاليات اوروبيه وسياح اجانب كتير جدا في هذه الدول الافريقيه. طيب مزيد من التفاصيل واستعدادا للمرحله القادمه، وبعثه ان شاء الله رسميه من قناه النادي الاهلي هتكون مصاحبه مع البعثه ان شاء الله خلال الساعات القادمه لتغطيه كواليس مباراه الاهلي وكانو سبورت بطل غينيا الاستوائيه. على الهاتف معايا زميلي العزيز شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي، واللي هيكون ان شاء الله موجود مع بعثه فريق النادي الاهلي خلال الساعات القادمه في اولى رحلات الاهلي الافريقيه للبطوله الجديده. شريف مساء الخير عليك. مش عارف يا زين محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وباذن الله تكون رحله موفقه، باذن الله تكون كل كواليس النادي الاهلي بتغطيه خاصه وحصريه للشكل الهجومي للنادي الاهلي باذن الله. رحله موفقه يا شريف، وان شاء الله تكون بدايه جيده ليك وللبعثه ان شاء الله، ونعمل حاجه مميزه سواء على الناحيه الاعلاميه كتغطيه ان شاء الله جمهور النادي الاهلي يستمتع بالتغطيه خلال الفتره القادمه، وايضا نتيجه ايجابيه. لكن تفاصيل الرحله والاستعدادات وانت ما لمسته كمان خلال الايام القليله الماضيه في سفر الفريق ان شاء الله الى غينيا خلال ساعات، وهتتجمعوا في المطار ايضا خلال ساعتين بالكثير. تمام، هيكون التجمع باذن الله الساعه 11 ونص مساء، يمكن خلاص كمان ساعات قليله جدا هتكون الطياره على خطوط الاثيوبيه الساعه 2:30 بالتحديد، حوالي 5 ساعات باذن الله نكون في اثيوبيا، وبعد كده في ساعتين ترانزيت، وبعد كده طياره تاني من اثيوبيا الى غينيا باذن الله في حدود برضه 5 ساعات، يعني بتتكلم في حوالي 12 ساعه رحله فارقه جدا، يمكن مستنزله ربع هذا الفني في اول تجربه افريقيه ليه، 12 ساعه طيران باذن الله يتعود على هذه الاجواء الافريقيه الصعبه، باذن الله تنمي صولات وجولات في افريقيا باذن الله، ويكون ليه نتائج الفتره القادمه باذن الله، والاهلي يفوز على كل بطولات الاتحاد الافريقي طبعا، ونروح كاس العالم لبنان باذن الله. طيب الفريق ان شاء الله هيتحرك من المطار او البعثه هتستقل الطياره زي ما قلت حوالي الساعه 2:30، الرحله طريق السفر فور الوصول، البرنامج المعد اكيد من خلال متابعتك لهذه الاحداث وهذه الاخبار. طبعا المدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ ومدير الاداري الكوك طبعا الكابتن جمال عادل، يمكن تابعوا البعثه بالامس ويمكن وصلوا بسلامه الله الى جميع الترتيبات كلها، ترتيبات الملاعب اللي اتفرج عليها النادي الاهلي، ترتيبات الاقامه طبعا، ومجهود جبار من السفاره المصريه في غينيا، فور وصول لاعبي النادي الاهلي بسلامه الله طبعا الى غينيا، هيكون في تمرينه خفيفه جدا، هيكون بعد كده في تمرينتين في غينيا باذن الله، مباراه تكون يوم السبت باذن الله، طبعا في تنسيق كبير من الجهاز الاداري مع جميع المنتخبات اذا كان منتخب اولمبي او باقي المنتخبات، بعد مباراه منتخب قطر في الاولمبي هينضم لاعبي النادي الاهلي الى المنتخب الاولمبي على مطار القاهره صاله 3 بالتحديد، طبعا باقي المحترفين المتواجدين خارج البلاد هيلحقوا بالبعثه يوم الاربعاء باذن الله، فهيكتمل صفوف النادي الاهلي يوم الاربعاء باذن الله مستر بايلر ياخد على الاجواء الافريقيه بسرعه، طبعا لاعبي النادي الاهلي متعودين على هذه الاجواء، التطعيمات اللازمه كلها، يمكن الجهاز الاداري برضه الكوف اتعامل معاها، يمكن المصري اللقاح في النادي الاهلي كل اللاعبين الجداد اخذوا التطعيمات، الجهاز الفني الجديد اخذ التطعيمات، والاهلي مستعد على المستوى الاداري باذن الله يكون توفيق حليف الجهاز الفني واللاعبين، ويكون في نتيجه ايجابيه باذن الله يوم السبت مع فريق كانو سبورت بطل فريق غينيا. بالمناسبه يمكن مستر دايره كان حريص يتفرج على الفريق، يمكن فاقف اكثر من 3 4 مباريات، ووقف على نقاط الضعف ونقاط القوه، الفريق قوي، فريق مش ضعيف، يمكن المدير الفني هو المدير الفني لان منتخب غينيا لسه عاملين انجاز متاهل الدور الثاني، فباذن الله تكون اجواء مبشره، وباذن الله النادي الاهلي يفوز يوم السبت باذن الله. ان شاء الله باذن الله يا شريف. اخر حاجه الفريق يتمرن الصبح، الجهاز الفني فضل يكون التدريب صباحا عشان يكون في مساحه وقت اللعيبه تقدر تروح تاخد قسط من الراحه، ثم تتجه بالليل الى المطار والسفر ان شاء الله. الفريق يتمرن، الحاله ان شاء الله جيده، الشناوي كمان ان شاء الله حالته مطمئنه، نقدر ان شاء الله يكون جاهز خلال الايام الجايه باذن الله. ده اللي يطمنك ويطمن جماهير النادي الاهلي، ان الراجل بدا يذاكر النادي الاهلي، بدا يذاكر الكره المصريه، بدا يذاكر الصعوبات اللي ممكن تقابل النادي الاهلي، فعارف ان السفرات الافريقيه طويله جدا، فبدا على طول الجهاز الفني الاسبوع اللي فات والتنسيق اشتغل ازاي طول الاسبوع، طيب النهارده بقى في يوم السفر هيكون في تمرين صباحي، عزل السفر حوالي قد ايه؟ كام ساعه؟ طب ممكن نروح نتمرن قد ايه؟ فعلى طول الراجل اخذ احتياطاته وبدا ينزل بالحمل يمكن اخر يومين، وفعلا النهارده اتمرنوا تمرين صباحا، شناوي بيعلن جاهزيته باذن الله، لا يزال مباراه معاه بنفس الشكل جدا مع شريك اكرامي مع علي لطفي،
بس طبعا الشناوي يمكن هو الاجهز في هذه الفتره. فالشناوي النهارده بيأدي تمريره بكل قوه، فالشناوي بيعلن جاهزيته. بطمنك وبطمن كل جماهير النادي الاهلي القادم هكذا باذن الله. ان شاء الله بشكرك شكرا جزيلا زميلي العزيز شريف شعبان. رحلة موفقة بإذن الله، نتابع تغطية إعلامية موفقة منك ومن البعثة إن شاء الله خلال اليومين القادمين، وإن شاء الله تكون